السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. غادي نشارك معكم الأجواء ممطرة في مدينة أكادير، وغادي نشارك معكم بلاصة جديدة. اليوم الحد 31 شهر مارس 2024، دازت واحد العاصفة رعدية مجهدة كما كتشوفوا، أجواء ممطرة أزيد أكثر من 6 سوايع ديال العاصفة رعدية دازت في مدينة أكادير، اللهم بارك. كما كتشوفوا معنا أجواء ممتعة، أجواء رائعة، أجواء خيالية، أجواء ممتعة تماما. عاصفة رعدية دازت تقريبا دابا شي ساعة ولا 45 دقيقة. اذا خرج في زلافنا وهو توقف الشتاء ويتسالي الشتاء. وكنتمنى وترجع الشتاء من جديد باش نصوروها لكم. اذا اجواء ممتعة كما كتشوفوا، اللهم بارك. هذه المغرب، باش نكونوا واضحين، هذه مدينة اكادير، عاصمة إمازيغن، عاصمة سوس. اذا كما كتشوفوا الربيع فرحان، الطبيعة فرحانة تماما، اجواء ممتعة، اجواء خيالية، اجواء ما تخيلوش شحال زوينة تبارك الله. شوفوا ممطرة تماما. غادي نحاولوا نبحثوا على الاودية ونصوروا لكم الاودية، واللي عليكم هو تشتركوا في القناة ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. انتوما اجواء ممتعة، اجواء رائعة. شوفوا السماء، امطار غزيرة جاية في الطريق. اذا انا خرجت دابا حاليا وفي نفس الوقت سالت الشتاء، وباقي شوفوا 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 الارض تبارك الله، عاصفة رعدية دازت هنا، ما تخيلوش شحال زوينة تبارك الله. شوفوا النباتة. عاصفة رعدية. اليوم الحد كاين الشتاء اكثر من البارح، حتى البارح كاين الشتاء، ولكن اليوم الحد كاين الشتاء بزاف تبارك الله. شوفوا تبارك الله، اللهم بارك. اجواء خيالية، اجواء ممتعة تماما، اللهم بارك. هاي 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 المليح تبارك الله. يا سمعوا سمعوا البحر، سمعوا وتلا البحر هايج ديال بصح. والله العظيم شوفوا. امطار غزيرة، امطار ممتعة تماما. اذا اش غادي نقول لكم، اجواء خيالية. اذا اكتشفنا امطار غزيرة خاص من طنجة الى القويرة العزيزة، حتى الصحراء المغربية كاينة فيها الشتاء. اكتشفنا قلميم كاينة الشتاء، طنطان كاينة الشتاء، عيون كاينة الشتاء، اساززاك كاينة الشتاء. هانتوما اخوتي شوفوا شوفوا تبارك الله، الشجرة عرقاتها ديال الماء، دابا هاد الشجرة عرقاتها كتمتع بالماء. شوفوا تبارك الله، دابا بحال هاد الشجرة عرقاتها ماء تبارك الله، وهاد الشجرة دابا تمتع مدة طويلة بهاد الأمطار غزيرة. سمعتوا البحر، سمعوا البحر، واو، ما تخيلوش صوت البحر كيدير. شوفوا شوفوا تبارك الله، عاصفة رعدية. هادي النخلة، شوف النخلة كتقطر بالماء، شوفوا من الفوق، حيت شبعات حتى هي، شبعات الأمطار غزيرة. شوف 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 تبارك الله تبارك الله، شوف عاصفة رعدية مجهدة، اللهم بارك. إذا نتمنى بالنفع، وفي نفس الوقت حاليا الأودية غتكون، والبحر من هذا الاتجاه، وبزاف كيستمتع، بزاف كيتمتع بهذه الأجواء خيالية، حيت هو بزاف بحال البوبوش، تنزل الشتا يخرج حتى هو بحال البوبوش. إذا اللهم بارك. شوفوا بلادنا، شوف شوفوا أكادير كي دايرة، اللهم بارك. هاي 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 شوفوا تبارك الله، اللهم بارك. يا ربي تحفظ مدينة أكادير. وتا ربي ما كنشوفوا، وتا لالا وتا هادشي زوين تبارك الله، وتا عرفتي كيفاش كيبان لي هادشي تبارك الله تبارك الله، عجبني أكادير، عجبني بزاف تبارك الله. إذا أجواء ممطرة، أجواء رائعة، وأمطار غزيرة جاية في الطريق باش يكونوا واضحين.
بعد نص ساعه غادي تنزل الشتاء من جديد على حسب التجربه ديالي والخبره ديالي، غتكون الشتاء من جديد تبارك الله. شوف شوف ديجا صورنا لكم ساحه الامل، وديجا صورنا لكم بعض البلايص، وجينا نصور لكم هذه البلاصه حتى هي رائعه جدا. شوف اللهم بارك. ها شوف الارض شبعت الماء، الارض يا اخوان شبعت الماء، والبحر مختلف اللون ديالو حيت الماء ديال الشتاء. شوفوا تبارك الله، اللهم بارك. هاي 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 تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوفوا الارض، ها باش نوضح لكم، دابا الارض كتبان لكم بحال هكا، راه شبعت الماء صراحه، شبعت الماء. نتمنى ان شاء الله الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا 100 كا. الي اخوان، اي واحد كيشاهد هذا الفيديو ما تعكز دير لينا ابوني باش نوصلوا 100 كا، وانا غادي نبرعكم بالامطار غزيره والاوديه. اللهم بارك. شوف اجواء خياليه، اجواء ممتعه. الله الله، ريحه الربيع وريحه الشتاء. الله الله، وتم ما تخيلوش حاليا الاخوان رمضان، باش نكون واضحين ونعاودوا التاريخ، اليوم الحاد 31 مارس 2025، عفوا 2024. 2024. اذا اجواء خياليه، اجواء ممتعه تماما. نتمنى التشجيعات ديالكم، ونتمنى البارطاج ديالكم اخوتي، حنا دائما كنحاولوا نشاركوا معكم امطار غزيره اللي نزلت اليوم في اكادير. اكادير نزلت فيه الشتاء، اللهم بارك، البارح واليوم الشتاء زيد اكثر من 6 سوايع، هادشي غير في الصباح باش نكون واضحين، وفي الليل في الليل حتى هي كانت الشتاء، اللهم بارك. ونتمنى ان شاء الله نقدموا لكم ما افضل. ما شوفوها، شوفوا تبارك الله النعمه ديال سيدي ربي، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف هاي 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 بدات اخوتي كتنزل، هاي الشتا بدات كتنزل، راه باش نكون واضحين الشتا جايه يا اخوان من الاتجاه، والله لا اتجاه فاش جايه الشتا، هاي بدات كتنزل تبارك الله. اللهم بارك، النعمه ديال سيدي ربي، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف هاي باش نوضح لكم، هاي بدات كتنزل، هاي بدات كتنزل الاخوان. انا راه عندي الباراسور، عفوا عندي الميدالة ديالي، نتوما الميدالة ديال بيزاف. يا كاع الا كاين الشتا غادي نديرو الميدالة ديالنا، وما نخافو حتى شي حاجه، وتكون نيت، انا بغيت تكون باش نصورها لكم. تمنيت انا نتلقى مع العاصفه رعديه وبدا نصور فيها. اذا اجواء خياليه، اجواء ممتعه، اللهم بارك. اذا نتمنى التشجيعات ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. سبحان الله، شوفوا شوفوا السماء، شوفوا سبحان الله. اذا هاد الاتجاه كاين الشتاء، والشتاء 100% جايه في الطريق. اذا اكادير هذا هو الجو ديالو، دائما يختلف تماما، كل ساعه يبدل الجو ديالو، بعد ساعتين يتبدل الجو. اذا كنعتذر لكم حيت رمضان هذا ما كنقدروش نخرجوا الابداع ديالنا كله، كيكون صعب جدا الصيام، وكيكون فيك الجوع، كيكون فيك العطاش، حيت ماشي ساهل تصور، ماشي ساهل تبدع، باش كتبدع كتعطش. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى التشجيعات ديالكم والاشتراك في القناه، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي اكادير المغرب.